لو قال قائل دائما تقولون إن الأسماء الموصولة تفيد العموم، ما الدليل؟ نقول هناك أدلة كثيرة. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. أكمل الآية: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنوره، فدل على أن اسم الموصول يفيد العموم. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا ولا خالدين فيها أبدا.